الله الرحمن الرحيم. الجار الرابع والأخير في التي بي في سيكشن رقم 3. اكتب بقى في الورقة اللي عندك 129، وانت افتح لي الكتاب صفحة 129 من فوق. تمام. تي بي الفيديو ده يكون بعنوان تي بي ان ليمف نود، تي بي ان ليمف نود. مبدئيا هنجيب بس نتفرج على الجار الاول، لان بصراحة جار جميل جدا. وشايف انت هتحس ان كده الجير فاضي، بس انا يعني افاجئك ان هو مش فاضي، هو في هنا ليمف نودين. تمام. الليمف نود دي موقفينها على حته ازاز كده، تحس اكنها شبه المصاصه يعني، انت فاهم، ازازه وفي حته بيضاء من فوق. تمام، ازازه كده حته بيضاء من فوق كده، مصاصه والله. بص اهي اظن هي واضحه كده، شوف واضحه خالص كده، واضحه اكتر. تمام. انا عارف طبعا ان التصوير زي العسل اهوت، والمصاصه بتاعت مصاصه ماشي، لا في ناس قالوا عليها وردة بيضة ماشي، والله انت ودماغك يعني، بس انا يعني انا دماغي دايما بتروح للحاجة اللي فيها اكل، فانا شايف ان هي مصاصة احسن. تمام. عموما كده انت عرفت اسم الجار، عرفت شكله، عرفت تسكمه ازاي. الكومنت بتاع ده البتاع ده يعني اللي في نوت، اسهل كومنت في حياتك. مبدئيا هتقول الكات سيكشن زي ما انت قلت لاخواته، هتقول ان الكات سيكشن فيه بالظبط كده، بيوريني شوية مالتيبل تيوبيركلز وفي لارج ارياز اوف وايت نيكروزس. بقول بقى عايز اقول بقى تشيزي ماتيريال، قولها وايت يلو نيكروزيس لوكاليزيشن، قولها اللي انت شايفه يعني. الكلمه بس الجديده يعني هتقول ان في شويه هيموريج، هم فين بالظبط مش عارف، بس هو بيقول ان في هيموريج يعني. ده رقم واحد. رقم اثنين هتقول ان حجم الجار انلارجد، حجم الجار انلارجد. تمام. احفظ بقى الابعاد بقى براحتك، اللي هو مش عارف نص في نص في ايه كده الابعاد يا ولاد، لان المفروض يعني دول ثلاثه ليمف نود، ثلاثه ليمف نود. تمام. بس الجار ده لو جالك طبعا هتكتب اسمه الاول، تقول ان ده 3 ليمف نودز، ثلاثه ليمف نود. هتقول ان ده ويل ديفايند، ويل ديفايند 3 ليمف نودز. هتقول ان هم انلارجد ان سايز، هتقول ان كات سيكشن بيوريني سام تيوبيركلز والتيوبيركل، وتقول ان في لارج ارياز اوف نيكروزس او كازيشن، هتقول ان في شويه هيموريج، والدايجنوزس في الاخر بتاعي هيكون تي بي ليفادينايتس، ليفادينايتس وذ كازيشن. كلام جميل. بس كده خلصنا اول، او كده خلصنا النص الاولاني من السكشن الثالث اللي هو سكشن التي بي. يعني افرجك على الجارات تاني، انا حاسس ان هي مش مستاهله يعني. على فكره انا كل الدلع بالدلع ده اللي هو يعني ايه، اقعد افرجك على الصور كتير كده، بيجي على دماغي وانا بحمل الفيديوهات بقى. سومال ده مش ده، ده تيست. انا بزعل قوي قوي لما اشوف الجار ده، اقسم بالله انت فاهم. بس اظن ان هو جار